أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يتحدث عن يمنيين قرروا العيش في أخطر قرية على حدود السعودية. ومن عدن الغد أبناء محافظة أبين ينقذون امرأة من الإعدام في صنعاء. ومن صحيفة الأيام ميليشيا الحوثي تختطف طالبا من قاعة امتحانات بالحديدة. وأخيرا من القدس العربي، مدراء منظمات أممية يتحدثون عن اليمن، شهدنا أطفالا بالكاد يتنفسون. أهلا بكم. عدن تودع واحدة من أقدم دور العرض السينمائي، حيث يجري في عدن محاولات هدم لإحدى هذه الدور، وينقل موقع عدن تايم عن وكيل ورثة مالك سينما الشعبية بالمنصورة محافظة عدن لصاحبها عبد القادر قوله إن تعثر هدم السينما لإقامة مشروع استثماري كبير بسبب مطالبة صندوق النظافة وتحسين المدينة عدن 6 مليون ريال مقابل انتشال مخلفات الهدم. وأوضح وكيل الورثة أن مطالبة الصندوق مبالغ فيها فقد تعهدت بالهدم وانتشال المخلفات في حين دون أن تتسبب بإعاقة وشل الحركة في المنطقة. وأضاف وجدي عبد القادر أن السينما آيلة للسقوط وتحديدا واجهتها، وبقاء الوضع كما هو عليه قد يهدد سلامة المارة والسيارات. يتابع الموقع: السينما الشعبية من دور السينما التي خضعت لقانون التأميم في عهد تنظيم الجبهة القومية، وبحسب الوكيل فإن مالكها تحول إلى بائع تذاكر في السينما ولم يلقى أي تعويض بعد إعادة الممتلكات. أبناء محافظة أبين ينقذون امرأة من الإعدام في صنعاء. فوفقا لموقع عدن الغد، فقد وجه محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين سالم أوامره بخصم مبلغ 200 ريال يمني من كشوفات مرتبات الموظفين بالمحافظة من أجل المساهمة في فك أسر سجينة في صنعاء. وجاءت هذه التوجيهات بناء على رسالة بعث بها منسق الإغاثة في أبين خالد إبراهيم عمر شيخ إلى محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين سالم. وتضمنت التوجيهات المساهمة في المساعدة على فك أسر السجينة بنت المحافظة ميادة محمد سعد المطري المسجونة في صنعاء وتنتظر حكم الإعدام. وأشاروا إلى أن أولياء الدم تصالحوا مقابل التنازل ودفع دية قدرها 12 مليون ريال يمني، بحيث يخصم على كل موظف في المحافظة 200 ريال، علما أنه تم تجميع نصف المبلغ سابقا. منفى على بعد متر، تحت هذا العنوان يكتب الروائي العربي إبراهيم نصر الله مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. هل تخلق الأماكن الإحساس المنفي أم أن مشاعرنا وعواطفنا هي التي تجعلنا نشعر بالغربة؟ إنها مسألة متشابكة، فالمنفى هو إحساسك بنفسك وبالمكان معا في لحظة ما. كونديرا يرى المنفى مثل الحبل الذي يسير عليه الإنسان في الهواء، والوطن هو الوسادة الهوائية التي تحت ذلك الحبل. يعجبني هذا الوصف لأن المنفى هو لحظة خطر لا تنتهي. ما دامت الوسادة الهوائية تحتك غير موجودة فالحبل لا ينتهي، إنه بين لحظتين خارج الزمان وليس بين نقطتين مكانيتين. ذات يوم أصبت بحمى الملاريا وأنا أعمل مدرسا في صحراء السعودية، وهي حمى قاتلة كانت تحصد أرواح الكثير من طلابي وزملاء المعلمين. لم يستطيعوا علاجي في تلك القرية الصحراوية، فحملوني في صندوق سيارة شحن صغيرة مكشوفا وأنا أرتجف والكوابيس تطحنني إلى مدينة الطائف على بعد مئات الكيلومترات عبر شوارع غير معبدة، لكن المستشفى رفض إدخالي لأنني لا أملك جواز السفر، فجواز سفري كان محتجزا مثل جوازات بقية المعلمين في إدارة التعليم كي لا نهرب ربما. تلك الليلة وافق صاحب محل الحدادة أن يتركني أنام في محله حتى الصباح. لم يكن هناك غطاء أو دواء أو حتى ماء يكفي. أغلقوا الباب علي من الخارج وبقيت في العتمة أحترق بمرضي، حتى فتحوا الباب صباحا ووجدوا من يساعدني على تلقي العلاج رغم عدم وجود وثيقة معي تثبت من أنا. تلك حادثة
لا يمكن أن أنساها، لأنني كنت في تلك العتمة خلف الباب المغلق وفي ذلك الموقف المرعب أكثر من مفي وأقل من إنسان بكثير. يتحدث موقع المشاهد نت في تقريره عن قرية تبعد عن الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية نحو 10 كيلومترات فقط، ويعنون قرية الشعاب اليمنية الحدودية مع السعودية العيش وسط الجحيم. يقول موقع المشاهد نت إنه بعد أن نزح سكان مديرية حرض الحدودية بالكامل منذ عامين وتحولت حرض إلى بقايا مدينة بعد أن حولتها جماعة الحوثي إلى منطقة عسكرية وميدان فسيح للقذائف والصواريخ، وتقع الشعاب على خط النار وتبعد نحو 5 كيلومترات من مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة و8 كيلومترات من الحدود السعودية، وقد نزح أكثر من نصف سكانها إلى مديريات أخرى حفاظا على أرواحهم بعد اشتداد حدة المعارك في المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وتعد الشعاب القرية الوحيدة في مديرية حرض التي لا تزال تدب فيها القليل من الحياة، بينما يحيط بها الموت والدمار والخطر المحدق من كل جانب بعد مقتل العشرات من سكانها بغارات جوية خاطئة لطيران التحالف العربي. يقول أحد أهالي القرية للمشاهد: مررت بأوقات صعبة هنا وكنت أشاهد الموت عدة مرات، السماء أصبحت كتلة من اللهب والأرض تهتز بعد بقائي وحيدا لحماية المنزل ورعاية المواشي بعد نزوح أسرتي إلى مديرية مستبى المجاورة والتي قضوا فيها نحو 3 أشهر ثم عادوا جميعا إلى القرية. ويضيف شاخصا ببصره إلى الأفق البعيد: نصف أهالي قريتنا عادوا إليها مفضلين الموت في منازلهم على معاناة النزوح والتشرد، ورغم الخطر المحتق بنا إلا أننا تعودنا بعد مضي العام الأول من الحرب. ويجتمع الأهالي عصر كل يوم في دكان وسط القرية تتوفر فيه طاقة شمسية وشاشة تلفاز لمشاهدة نشرات الأخبار وشحن الهواتف النقالة، بينما البعض يلعب الدومينو أو الورق وآخرون يلعبون كرة القدم أو الطائرة في ساحة مجاورة. في موقع سبتمبر نت عنوان بارز من عمران فيه: الميليشيا تختطف إحدى قياداتها على خلفية قضية سلاح وأموال بعمران. قال الموقع إن الميليشيا الانقلابية اختطفت أحد الوجهاء الموالين لها ويدعى عمار سيف مسعود من أبناء عزلة التام مسور بعد رفضه تسليم أسلحة أفراد من أبناء قبيلته للميليشيا الانقلابية بمحافظة عمران. وأفادت مصادر أن الميليشيا الانقلابية اختطفت عمار بعد رفضه تسليم الأسلحة التي بحوزة أشخاص من منطقته رفضوا العودة لجبهات القتال والتي سبق أن سلمها لهم. وقالت مصادر محلية لسبتمبر نت إن 5 سيارات محملة بمسلحين وصلت إلى مركز مديرية مسور للمطالبة بالإفراج عن المختطف من قبل الميليشيا الانقلابية. وأفادت المصادر أن المسلحين من عزلة التام قاموا بالانتشار والتمترس فور وصولهم إلى مركز المديرية، ما دعا مشرف الميليشيا الانقلابية بالمنطقة إلى إرسال موالين له للتفاوض معهم قبل أن يلوذ بالفرار. حتى لا ننسى، تحت هذا العنوان كتب راجي عمار متحدثا عن مدينة صامدة تنزف كل يوم لكنها مع ذلك تسير ولا تتوقف. ويقول الكاتب في موقع المصدر أونلاين: عامان وهو العام الثالث في منتصفه ومدينتنا تحت نيران وحصار الميليشيا. ألوية عسكرية تصل إلى 14 لواء بعتادها ومخازن ذخائرها تقصفها بشكل هستيري، لكنها شامخة وتقاوم رغم الخذلان. كيف لا وهي المدينة التي لا تغيب عنها شمس الحرية، أبطالها صائمون وفي حرارة ظهيرة شهر رمضان يحررون قصر جمهوريتنا وما حوله من مساحة جغرافية شاسعة رغم الألغام والقذائف، في صمود وبطولة أسطورية قلت مثيلاتها إلا في قصص الخيال. آلاف الشهداء والجرحى ومثلهم مهجرون ونازحون من طغيان ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وحقدهم على المدينة التي حطمت أحلامهم في إعادة الإمامة والكهنوت. التهمت صواريخهم وقذائفهم المدينة، فيما أفراد ميليشياتهم يفرون جرذان أمام أبطال تعز في معارك الوغي والمرابطين في الثغور.
وحين يهزمون يصبون جام غضب قذائفهم على المدنيين من النساء والأطفال. لن ننسى صرخة الطفل فريد لا تقبروناش، وكل المآسي التي أخذت فلذات أكبادنا، ورهاننا أننا لن نستكين حتى نطهر المدينة من كامل ريكسكم، وستلفظكم أشجارنا وأحجارنا، ونخلص تاريخنا من غباركم الذي لوث أجواء اليمن وكتم أنفاسها، ولو خذلنا العالم وطال الزمن أو قصر. لن نستكين حتى ترحلوا عن مضارب مدينتنا ومضارب كل مدينة في اليمن، وسنكسب الرهان أيها التعساء حتى لا ننسى يا تعز. موقع المصدر أونلاين ركز على حركة الاحتجاج الوحيدة في صنعاء وعنوان: احتجاج لأمهات المختطفين في صنعاء بالتزامن مع زيارة رئيس لجنة الصليب الأحمر. قال الموقع: نفذت رابطة أمهات المختطفين بالعاصمة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزامنا مع زيارة رئيس اللجنة بيتر ماورر للمدينة في سياق زيارته للبلاد. وناشدت أمهات المختطفين رئيس اللجنة إنقاذ أبنائهن المختطفين والضغط على جماعة الحوثي وقوات صالح بإطلاق سراح الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا من سجونها، وطالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه قضية المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الحوثي وصالح باعتبارها قضية إنسانية في المقام الأول. وحملت الأمهات جماعة الحوثي وقوات صالح مسؤولية صحة وحياة أبنائهن المختطفين داخل سجونها الذين يتعرضون للتعذيب والإهمال الصحي المتعمد. صحيفة الأيام عنونت في إحدى صفحاتها: ميليشيا الحوثي تختطف شابا من قاعة امتحان بالحديدة. قالت الصحيفة: أقدمت ميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة على اعتقال الطالب أيوب الحطامي من مدرسة عمار بن ياسر، حيث كان يؤدي امتحاناته الثانوية، واقتادوه إلى مبنى الأمن السياسي بحجة أنه داعشي. وبحسب مصادر فإن عملية الاختطاف هذه ليست الحالة الوحيدة، فقد سبقها اختطاف طالبين من مدرسة الصباح بمديرية الحوك بالحديدة في اليوم الأول للامتحانات. كما علقت الصحيفة: يذكر أن ميليشيات الحوثي قامت بتنصيب ما يسمى مندوب الأمن أو مندوب أمن سياسي بكل مركز امتحاني ليطابقوا أسماء الطلاب ويبحثوا عن الأسماء المطلوبة. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة العديد من العناوين، منها: سقطرى إفشال محاولة انقلاب عسكري داخل اللواء الأول مشاة، ومن عدن: أنباء عن صفقة فساد في النقل، الوزارة تؤجر مباليها لأحد مؤسساتها بعدن، وعنوان: تقرير أممي يكشف تفاصيل صفقة دولية كبرى تؤسس لكارثة حقيقية في اليمن، وعنوان آخر: قتلى وجرحى من الانقلابيين بغارات للتحالف العربي على صعدة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. أهلا بكم من جديد. ويتات تنقذ اليمنيين من العطش، عنوان لصحيفة العرب الجديد قالت في تفاصيله: يبذل حسن السعدي جهدا مضنيا في توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي لأسرته التي تسكن في حي يعاني من شح مياه منظومة الإمداد الحكومي كغيره من أحياء العاصمة منذ ما قبل الحرب. وأضاف السعدي: عملية توفير المياه باتت شغله الشاغل، كما أن شراء المياه شهريا يشكل عبئا يثقل كاهله، فضلا عن أن هناك أياما لا يتمكن فيها من شراء المياه بسبب أزمة الرواتب. وقال السعدي للصحيفة إنه اضطر لشراء مياه الويتات بعد تركه عملية تعبئة المياه في أوان وقوارير من خزان مياه في الحي
تبرع به فاعلو خير خوفا من احتمال تلوثها بالكوليرا. حميد البرعي مواطن آخر بات يعتمد على صهاريج المياه المتنقلة واضطر لتوفير خزانات حديدية لتخزين ما يشتريه من المياه، إلا أن محاولاته لتخزين كمية مياه كافية دائما ما تبوء بالفشل، فيضطر إلى شراء واية مياه مرة تلو أخرى، معللا ذلك بقوله: يمكن أن نتحمل انقطاع الكهرباء أو الصبر على عدم توفر أي احتياجات أخرى إلا البقاء من دون مياه. منصور الحاشدي أحد أصحاب الوايتات أكد في تصريحه للعرب الجديد أن عدد زبائنه ازداد ممن كانوا يعتمدون على مياه المؤسسة المحلية المنقطعة، وبات الطلب على مياه الوايتات يوميا وسعرها مرتفع كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المشتقات النفطية أو الازدحام أمام مضخات رفع المياه من الآبار. وإلى صحيفة القدس العربي والتي تناولت بيان الأمم المتحدة حول اليمن بعنوان 80% من أطفال اليمن بحاجة لمساعدة فورية. خلفت الحرب والجوع والكوليرا نحو 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد يجعلهم أكثر عرضة للكوليرا، والمرض يخلق مزيدا من حالات سوء التغذية فيما يشكل مزيجا خبيثا. وبحسب البيان يواجه اليمن أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم وسط أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع توقع وصول الحالات المصابة لنحو 600,000 حالة بنهاية العام الجاري. وقالت الصحيفة إن مديري منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف زاروا كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي يسيطر عليها الانقلابيون خلال زيارتهم التي استمرت يومين. وبحسب البيان فإنهم شاهدوا أطفالا بالكاد لديهم القدرة على التنفس بينما البنى التحتية الحيوية مدمرة. أجراس لم نسمعها، تحت هذا العنوان كتب خير منصور مقاله في صحيفة الخليج مضيفا: كما هي العادة فإن عدد من يدعون بأنهم قرأوا مقدمة ابن خلدون أضعاف من قرأوها بالفعل، لهذا فإن هذا العلامة الرائد يبطل العجب الذي نراه في عصرنا لأنه اكتشف السبب. فما يهدد الحضارات والعمران والتمدن هو موجات التوحش البربري التي تجتاح العالم. وما هذه الأطلال والخرائب والحرائق التي نشهدها في الكثير من عواصمنا إلا من نتاج هذا التوحش الذي تحدث عنه ابن خلدون، الذي اعترف بفضل ريادته أبرز علماء الاجتماع والمؤرخين في القرن العشرين، وفي مقدمتهم أرنولد توينبي الذي طالما خشي على الحضارة الحديثة من موجات كالتي حذر منها ابن خلدون. والتوحش في التاريخ ليس طارئا أو من إفرازات هذا الزمن، إنه قديم ومتكرر من اختلاف الأدوات والذرائع، لكن الجرائم تبقى هي ذاتها ما دام الهدف هو العمران والتقدم. وما تعرضت له دور علم ومتاحف ومعابد في الأمكنة التي تمدد إليها، أو بمعنى أدق تسلل إليها الإرهاب، يجزم بأن فيروس التوحش شديد التأقلم مع كل العصور، لأن مرجعياته هي ذاتها وليست كتبا أو شرائع، بل هي الغرائز في طورها البدائي. وللمفارقة فإن كاتبا إسبانيا كان من أوائل المثقفين الغربيين الذين كتبوا عن الربيع العربي، لم يجد أفضل من ابن خلدون كي يرى ويحلل من خلاله منهجه ورؤاه الاستباقية ما حدث في عالمنا العربي. لكن نادرا ما وجدنا مثقفا عربيا يعود إلى ابن خلدون، ليس استخفافا به، بل لأن السائد الآن هو ما يصدره الغرب من أطروحات. وكم كان ابن خلدون دقيقا عندما تحدث قبل أكثر من 6 قرون عن ثنائية الغالب والمغلوب، ولو بقي حيا إلى أيامنا لرأى بنفسه تجليات هذه الظاهرة على مدار الساعة. بماذا ستشعر إذا سقط أسبوع من ذاكرتك بشكل مفاجئ؟ الصحفية العلمية كلوديا هاموند من البي بي سي تسعى لمعرفة تفاصيل تلك الحالة العقلية الغامضة، وقالت إن هناك نوبة من نوبات فقدان الذاكرة الكلي المؤقت، وهي حالة شائعة أكثر بين الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50. ووفقا للبي بي سي، تعتاد أقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات البريطانية على استقبال 2 أو 3 حالات من هذا النوع في الشهر الواحد. وخلال نوبة كهذه يظل الناس قادرين على معرفة قيادة السيارة
والتحدث مع الآخرين، لكن في حالة أخرى لا يستطيع الناس أن يتذكروا ماذا كانوا يصنعون في الأيام القليلة التي تسبق تلك النوبة، ويعد طرح نفس الأسئلة أكثر من مرة هو السمة المميزة لهذه الحالة، لكن لا يزال السبب وراء هذه الظاهرة غامضا. في البداية ظن الأطباء أن هذه الحالة ربما تكون أحد أعراض مرض الصرع أو داء الشقيقة أو السكتة الدماغية الصغرى، لكن هذه الحالة تعد الآن غير ذات صلة بأي مشكلات صحية أخرى، ويعتقد أن منطقة الحصين في الدماغ والتي تتعامل مع الذاكرة الخاصة بمعلوماتنا الشخصية وتسمح لنا بتخزين تلك المعلومات لأجل بعيد هي التي تحمل السر وراء تلك الظاهرة. بعد عقود من المناقشات حول سياسات الهوية والحقوق الجمعية للمجموعات والمؤسسات، فإن الافتراض القائم بأنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي تتجاوز سيادة الدولة الاعتبارات الأخرى أصبح أكثر اهتزازا، هكذا يقول عميد كلية الدراسات الدبلوماسية والأمنية في مركز جورج سي مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية أندرو أي ميتشات في مقال أعاد الغد نشره في عدد اليوم، وقال فيه: كانت النتيجة الفورية هي التراجع الممنهج لتماسك الدولة الديمقراطية وتلاشي مبدأ أن الحقوق الديمقراطية تحمل في ثناياها الالتزام بالمواطنة عبر كل أنحاء الغرب. تاريخيا نصت الدولة القومية على هيمنة فكرة أمة تجمعها ثقافة مشتركة تعمل بالتالي على توليد هوية قومية رئيسية قوية بما يكفي للتخفيف من حدة الاختلافات الإقليمية والعرقية والدينية، وفي تنويعاتها المنهجية الأمريكية والأوروبية على حد سواء. حافظت المؤسسات الديمقراطية على حقوق الشعب وحمتها، بينما وفرت الهوية القومية المهيمنة ذات الأرضية الثقافية للدولة القومية المرونة الضرورية وصبغتها بالقوة لتلبية مطالب مواطنيها. وطالما ظلت هذه الهوية القومية المشتركة قوية، سواء وصفت بالوطنية أو حب البلد أو الانتماء إلى ما هو أبعد من عائلة الفرد المباشرة والمجتمع المحلي، حافظت الدولة القومية على تماسكها معتمدة على إحساس بتبادل المنفعة بين الحكومة والمواطن. اليوم بعد عقود من اعتناق التعددية الثقافية ودعم حقوق المجموعة بسياسة المظالم، عملت أسس إقامة هوية قومية مشتركة أكبر على إضعاف مثل هذه الحوكمة أو حتى القابلية للحكم، وأصبحت سلعة نادرة بازدياد في عموم الغرب. وقد أصبحنا الآن في نقطة عطاف حيث ثمة اضطراب منهجي لا تذكيه التحولات العالمية في توزيع السلطة فحسب، وإنما أيضا التراجع المستمر لقابلية الحوكمة، ويقع تفكيك المبدأ المحوري القائل إن الوطن القومي يجب أن يكون تحت السيطرة السيادية لشعبه في جذر هذه المشكلة. لقد تحولت فرضية أن المؤسسات تتغلب على الثقافة في نهاية المطاف على مدى ربع القرن الماضي إلى مسألة إيمان، إلى جانب الاعتقاد المحموم بأن القومية والسياسية الديمقراطية لا يتوافقان في جوهرهما بشكل أساسي. تمثل المهرجانات التي تميل إلى الخروج عن المألوف فرصا رائعة لجذب الأنظار، وليس أكثر جنونا وإثارة للفضول من مهرجان الطين في كوريا الجنوبية بما يميزه من فوضى عارمة هي سبب الإقبال عليه بأعداد كبيرة تعدت 3 ملايين زائر في إحدى دوراته. نتابع الصور التي توثق جزءا من مهرجان الطين والتي أوردتها وكالة الـIFP. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.